فتح معرض القاهرة الدولي أبوابه في نسخته 57 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وبتخفيضات تصل إلى 25%، ويعد المعرض فرصة لتلبية احتياجات المواطنين من سلع غذائية وأجهزة وملابس. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا معرض القاهرة الدولي في نسخته 57 الذي يفتح أبوابه في اليوم الأول من 10 صباحا وحتى 10 مساء. بهذا المعرض يوجد أكثر من 2000 شركة مشاركة بعدد كبير من المنتجات والسلع الاستهلاكية الخاصة بالمواطنين. نتحدث بالطبع عن المنتجات الأساسية من زيوت وسكر وأرز ومنتجات أساسية متواجدة بالفعل وبتخفيضات تبدأ من 10% إلى 25 إلى 30% تقريبا. حتى تحدث أيضا عن مستلزمات شهر رمضان الكريم متواجدة أيضا داخل هذا المعرض. نتحدث عن مشاركات أيضا لشركات للجلود المختلفة، شركات للمناحل، كل هذه الشركات متواجدة بالفعل داخل هذا المعرض. نتحدث أيضا عن مشاركة كبيرة من المواطنين، وخلال حديثنا مع المواطنين تحدثنا عن مدى توافر المنتجات ومدى تنظيم هذا المعرض، وتحدثوا عن يعني أنهم سيواصلون القدوم لهذا المعرض للاحتياجات المختلفة. تحدث أيضا عن أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض التي يعد فرصة للترويج والتسويق للشركات المختلفة للمنتجات المتنوعة، حتى بداية من المنتجات الأساسية كما ذكرنا، وصولا للشركات الخاصة بالأجهزة الكهربائية وعدد كبير من الوزارات الذي جاء ليعرض المنتجات الخاصة به. أيضا بالإضافة لذلك ضيف شرف هذه النسخة 57 لدولة ليبيا الشقيقة. بالطبع الدول أيضا تشارك بمنتجات خاصة بها لعرض إما الثقافة الخاصة بها أو حتى للمنتجات التي تباع، إما منتجات للاستهلاك الغذائي أو حتى منتجات مثل الملابس على سبيل المثال. ويستمر هذا المعرض حتى التاسع من مارس ويفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء.